في حفظ الله ورعايه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، هكذا تعلن انطلاقه وتحدي شوطنا هذا الذي يحمل الاثاره والمنافسه لسن الابكاء. اذا الحقائق الابكار شوط الختام، شوط يودع اشواطنا في هذا الصباح. البداية الأولى الوارية أحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز على قيادة الشوط مسيطرة. المركز الثاني تتواجد اللي هي وهم بدر بن علي بن خميس. المركز الثالث مرضية محسن بن طماطم بن حمد. أما المركز ايضا المركز الرابع تتواجد مشاهدينا الكرام القادمه اللي هي الظبي ناصر بن علي بن حبيب الهشامي. هكذا التحدي، يا سلام، الله على المقدمه، الله على البدايه وعلى المركز الاول، السيطره على قياده الشوط وعلى المركز الاول مسيطره بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور المشرف. ها هي القيادة، وإلا فلا، الوارية الوارية الوارية. الله الله الله، أبو عيلان أبو عيلان يقدم الوارية مسيطرة بهذا الشعار، مسيطرة بهذا الشعار وبهذا الحضور. شعار النال الذهب وكسب البنادق، كسب النواميس، لعل الأبرز منذر بذكريات لا يقيب عن الأذهان. أحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز وذكريات أكحال وكحال، أسماء خطيرة، أسماء صالت وجالت، والوارية تتوارى عن بقية المراكز لكي تزهى في عيون الناظرين على مقدمة الشوط. المركز الثاني وصل 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 على المركز الثاني ميضان بن عويضان ومصدر مصدر مصدر بو حمد. على المركز الثاني حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان. مرضية ثالثا مرضية محسن بن طماطم. والمركز الرابع
تابع وصل بن حضيرم وصل وصل بن حضيرم وصل وصلت الخفيفة الخفيفة القادمة الخفيفة لسيد حمد بن عبيد بن حضيرم وأيضا بن مراشد هناك أيضا بالتحدي. ولكن الوارية 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 في شوط الختام في شوط الختام ما حرك بوعيلان ما حرك ما حرك بوعيلان يقدم الوارية يقدم الوارية ومصدر تبغي تتصدر تبغي تتصدر على المركز الأول بوحمد بن عويضان بن عويضان وبن عيلان والمقدمة مع بن عويضان ومصدر تتصدر القيادة إذن تقود الصدارة تقود المقدمة تكون على صدارة هذا الشوط مصدر النواميس مصدر الانتصارات مصدر بن عويضان مصدر الكنغ على قيادة الشوط المركز الثالث شوف وراقب المركز الثالث والرابع وصلوا للسمو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله الله يا ابن عويضان شوف الوصول شوف شوف الوصول شوف وصل الهشامي وصل خميس بن مسلم الزرعي يقدم لنا ايضا الحضور مع طلعه ولكن مصدر بن عويضان سلام يا ابو حمد سلام يا ابو حمد تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان طلعه على المركز الثاني لسيد حمد بن سهيل بن بطي بن غراب. أما المركز الثالث وصلت فيه مشاهدي الكرام الشادن سالم بن مبارك بن هديب الهجامي والمركز الرابع وصلت فيه الوارية أحمد بن عيدان بن بخيت والمركز الخامس كانت مردية لسيد سعيد بن سالم بن حبيب. التوقيت 4:43 هكذا كانت نتيجة هذا الشوط التوقيت الزمني 4:43. تهانينا والناموس لسيد محمد بن سهيل بن عويضان على فوز مصدر بهذا الشوط. وصلنا إلى الختام شكرا للجان المنظمة سلطان بن حضير بن كتبي شكرا محمد بن راشد بن مري شكرا ناصر بن عبيد شكرا سلطان بن ناصر شكرا أعضاء اللجنة كافة تحية.